عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. رواه مسلم والنسائي. وروى النسائي والبيهقي أيضا من حديث بريدة قال: قال رسول الله: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وروى البيهقي في الشعب وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك، ماله ودمه، وأن تظن به إلا خيرا. واللفظ لابن ماجه. وأخرج الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وهو حديث صحيح لغيره. ورواه الطبراني في الصغير من حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار.